تحياتي لحضراتكم جميعا. في الحقيقة يعني اليوم كنا في مجلس حقوق الإنسان ونحن بصدد الاستماع إلى تقرير مصر في ظل الاستعراض الدوري الشامل ولجنة اليو بي آر. الحقيقة يعني الاستعراض الدوري الشامل الأصل فيه أنه له هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو تحسين حالة حقوق الإنسان في هذه البلدان وعلى وجه الخصوص مصر اللي كان موضوع استعراض ملفها اليوم. فإحنا عندنا هدف رئيسي هو أن تتحسن حالة حقوق الإنسان، والهدف الثاني هو التصدي للانتهاكات التي تقع في هذه البلدان، انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي للجرائم ضد الإنسانية المعروفة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تتمثل في القتل وخارج نطاق القضاء تعسفا أو بإجراءات موجزة، الاختفاء القسري، التعذيب. هذا ما يهدف إليه الاستعراض الدوري، وهذه هي الأهداف الرئيسية أو الهدفين الرئيسيين لاستعراض الدوري. الحقيقة كمصري أحب لبلدي مصر وأريد أن أفتخر بها وأن أفتخر بحالة حقوق الإنسان حينما تكون حالة سوية وأن تكون أوضاع حقوق الإنسان في مصر أوضاع وفق القانون المحلي والدستور المصري ووفق العهود والمواثيق الدولية. وكمحامي وحقوقي فأنا معني بمراقبة حالة حقوق الإنسان ومعني بالدفاع عن الضحايا ومعني أيضا بأن تكون أولوياتنا هي رصد هذه الخروقات وتلك الانتهاكات. اليوم تحدث في عجالة عن ما حدث في مصر لمرفق من المرافق الرئيسية، ما حدث لمصر لصمام أمان المجتمع، أمان المجتمعات كلها في كل البلدان وضمانة حماية الإنسان وهو استقلال القضاء والمحاماة. حينما نتحدث عن انتهاكات في مجال الأحكام جائرة أو اعتقال تعسفي أو إخفاء قسري أو تعذيب أو ما إلى ذلك، كل هذا إذا كان عندنا خلل في مرفق القضاء، إذا كان عندنا خلل في حيادية القضاء والقضاء، إذا كان ميزان العدالة نراه أنه انكسر في مصر، فبالتالي يكون نحن أمام حالة من حالات الخوف والرعب والانهيار. لماذا؟ لأننا نقول أن القضاء هو الذي يمثل حماية رئيسية لأي إنسان وضمانة رئيسية. ما رأيناه أن القضاء تم المساس بحيدته والاعتداء على نزاهته وإهدار الحقوق والحريات في داخل قاعات المحاكم، وأول من تم الاعتداء عليهم كانوا القضاء. الآن يا سادة نحن نتحدث وداخل السجن هناك المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. الآن نتحدث والمستشار محمود الخضيري أحد يعني قيادات وأعضاء طيار الاستقلال الذين ينادون باستقلال القضاء داخل السجن، ومنذ أيام خرج من السجن بعد أن مكث فيه عام المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق. حينما تجد هذه الصورة أن قضاء داخل السجن فأنت تجد أن استقلال القضاء في حالة خطيرة. حينما يتم خلال 4 سنوات الماضية عزل 44 قاضيا فهذا يكون معيار خطير، وهذا يكون حالة من حالات الخطورة على الدولة المصرية. أبرز ما نتج من آثار عدم استقلال القضاء وأبرز الآثار السلبية التي وقعت في مصر خلال الفترة الماضية والتي دعت أكثر من 30 دولة اليوم داخل قاعة مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري، أكثر من 30 دولة تطالب مصر بإلغاء عقوبة الإعدام وبوقف هذه الأحكام التي صدرت. يا سادة أبرز
آثار السلبية لانهيار القضاء وعدم استقلاله هو أن هناك 52 مواطن تم إعدامهم وفق إجراءات تعسفية ووفق غياب وانهيار وانعدام لمعايير وضمانات المحاكمات العادلة. انهيار واستقلال القضاء أدى بنا إلى الآن داخل السجون 84 مواطن، 84 إنسان حكموا بمحاكمات غير عادلة أمام قضاء استثنائي يسمى قضاء دوائر الإرهاب أو المحاكمات العسكرية. يا سادة أختم كلمتي أن استقلال القضاء حينما يتم تشكيل دوائر بالمخالفة للمادة 97 من الدستور، دوائر استثنائية سكلت بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، المعني باختيار الدوائر والمعني باختيار وتحديد هذه الدوائر هو وفق قانون السلطة القضائية محاكم الاستئناف. هذا ما شهدناه في مصر، اعتداء على القضاء وانهيار لاستقلال القضاء. نحن نضم صوتنا إلى أصوات المنادية بإلغاء عقوبة الإعدام ووقف أحكام الإعدام الجائرة وإعادة المحاكمات. نرفض القضاء الاستثنائي المتمثل في القضاء العسكري الذي نص الدستور على عدم محاكمة المدني أو المدنيين أمام القضاء العسكري. أسف للإطالة وشكرا لحضراتكم.